السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم اخوت، انا كنقلب كنبحث بزاف بزاف بزاف، يعني جو الوقت ديالي كنقلب لا في الكانتي لا في الدوزيام كانتي لا في الكوارتي، وان شاء الله ان شاء الله الخوت يكون خير يكون خير. هذا هو الكوارتي ديال اليوم اللي قريب الخوت، قريب بكل صراحه قريب. فقط تشوفوا لا باز اللي مزيانه كما كتشوفوا ان 3 هي لا باز، والكاتو دوز 7 و 10، والاوتسايدر دوز والخمسة و 9 و 8 و 6، والديليسي 13 11. 13 11 غادي نشوفوهم الاخوان، 13 11 غادي نشوفوهم. حيت الكوارتي غادي تلعب بواحد تقريبا واحد بالبتي نيميرو، غالبا بتي نيميرو غتجي نمرة كبيرة هي اللي غادا تجي. المهم الخوت، الخيو اللي مرشحة ما نطولش عليكم، الخيوت اللي عندي مرشحة أول عود هو الرقم واحد، وكاين الرقم جوج والرقم ثلاثة والرقم ربعة والرقم خمسة. اتونسيو من رقم خمسة، اتونسيو الخوت من رقم خمسة، كنتمنى هاد الخمسة ديرو فلاباز هاد الخمسة. والان ممكن حتى الان يكون في لاباز، والتروا وحتى الكات، حيت هاد الكاستينغ دو شينو الاخوان، الخيول شادة تيغي، وهي اصلية ديال جون ميشيل بودوان هي دابا حاليا ديال تيغي. اخر كورسة الاخوان في الكانتي، نافيام في اوتوستار في الفانسن في كورس سي، كما كتشوف مشى عليه تقريبا الكسندر ابريفار 101، وكان مشى مع دونا فيفا كانت عندها الديفيراج وكتمشات في نمره صغيره، وكان كاستينغ دو شينو كان مشى على نمره 16، ودابا ولاو ديفيري 4 بي. يقدر الخوت، يقدر كاستينغ دو شينو يتغلب على دونا فيفا، ممكن يتغلب على دونا فيفا، وعندي واحد النسبة كبيرة يتغلب على دونا فيفا هاد العود ديال جون ميشيل بودوان. وغادي ربما يجي مع الان 5-1 في لاباز الاخوان، 5-1 في لاباز، وممكن دوه ممكن تروا ممكن الكات، وتبقى لي عود اخر هو الرقم 7 البريندور. اتونسيو من هاد الرقم 7، اتونسيو الخوت بالرقم 7، وتبقى اخر عود الاخوان، اخر عود اللي غادي يمشي اوتسايدر هو ديفينا دو كابخ. هاد السعود هذا حاليا غادي ب 46 وغيقدر يمشي فوق ال 100. هاد العود عنده لاكان ديالو في الكان سارمير في ديبار اوتوستار، ممكن الاخوان ممكن هاد العود هذا، وعندو لاكان في لوتوستار وعندو الكانطيات، ممكن 7 ديال لي خيول اخوتي، 7 ديال الخيول فقط غادي يجيو من لي فافوري وغيجيو من لي زوتسايدر. الاه والتوه والتروا والكات والسانك، هادو هما الخمسة د الخيل اللي مزيانين، وكيزاد معاهم السات والنف فقط لا غير. من مور هذا الفيديو غادي ننزل الكانتي ديال الصباح في الرينيو دو كورس كاب. هادشي اللي كاين الخوت، ومع السلامة.